نتكلم على حاله من حالات اللي هنا بنقول ان احنا هنا مغطيين وجوه الحالات اللي تم تصويرها علشان الخصوصيه قدر الامكان. فهنا في حالات قبل وبعد بيفور ان افتر. حضرتك تشرح لي الحاله دي كانت حاله دي إيه؟ حضرتك حاله وطفل مولود بحاجه اسمها فورت واين ستير او الوحمه النبيذيه او الوحمه الحمراء، ودي بتبقى عنده على وشه وحمه حمراء. ودي طبعا يعني يا استاذ عماد لازم نقول بس للساده المشاهدين ان على اليسار اللي هو بيفور اللي هو قبل، وعلى اليمين اللي هو افتر. يا ريت الصوره ايوه تيجي عليها. فهي كانت حمراء ثم اصبحت طبيعيه، تقدر تقول عليها اللون بدون. كان في وسائل جراحيه قديمه تقليديه زمان، صنفره وتبريد وترقيع واستئصال ولكن كانت كلها بتدي نتائج تجميليه غير مقبوله. ان انا اشيل وحمه واحط رقعه مطرح. طب نشوف احنا بعد كده.